بداية التجربة هذه تعتبر زي مغامرة تحدي لنفسك، يعني كل شيء تحبيه في الأكل تستغني عليه، إنك تتحدي إنك لازم توصلي لوزن معين أو لشكل معين أو الستايل أنت تحبي إنك تطلعي بيه. المهم التجربة هذه تجربة جديدة عليا حلوة. أنا قبل فيما سبق لما قلت إني ندير في دايتات لكن ما نعرفش نثبت وزني، بس لما جيت هنا عرفت كيف نوصل لوزن اللي انا نبيه ويقعد الوزن هو الثابت دائم ليا انا. هو اكيد انا ما اكذبش عليك، يعني اكيد حنحافظ لكن مش بشكل كبير، لكن بشكل يعني لان انا ما نبيش ننزل هلبة، ممكن بنوصل 65 الوزن وبنثبت عليه الوزن هو دائم بنخليه باذن الله. ممكن ناكل انا شو نبيه لكن قليل، يعني حاجات قليله مش حاجات كبيره زي ما كنت قبل، يعني تقمزي في عزمه تمشي لاخواتك تمشي لكذا، لا الحاجات هي ممكن ما تخليكش تحافظي على الانجاز اللي انت درتي. فلذلك نحاول بقدر ما هو مستطاع اننا يعني حتى مع شغلي نحاول نظبط شو ناكل ولوين وصلت. وبعدين مع الدايت اللي حتى درناه المعده بتاعنا شويه ما عادش تتحمل احجام كبيره في الاكل، تحمل وجبات بسيطة جدا. طبعا أكيد هو مش ممل الدايت الحقي، هو تاكلي فيه الأكل كله يعني، وفيه السعرات الحرارية اللي أنت تبيها كلها، وفيه فيتامينات اللي أنت تبيها كلها، في كل شيء، بس طريقة تنظيم الأكل كيف أنت تنظمي الأكل بحيث أنك تاكلي وتشبعي، وبحيث أنك أنت لما تاكلي تشبعي تستغني عن هلبة أمور أخرى، ما تستغني عن الدهون، تستغني مثل عن الوجبات الليلية الدسمة. فأكيد أنا نشجع أن حد يطلب الدليفري، وأيضا أنا أكيد حنكون من أول الزبائن، وثقة مني أني أنا ناكل كل شيء لأني بنجرب كل شيء لأني جاي على خاطر هدف معين، أن أي شيء بيقدموه أكيد هم ما قدموه إلا عارفين أن الحاجة هي ممكن تنقص لك أو تكسر لك دهون معينة أو تعطيك فيتامينات كويسة أو تخلي عندك نظارة حلوه ما تخليش عندك هبوط. يعني للامانه يعني ممكن لي 10 ايام او ما نعرفش كم مش عارفش ان جاني هبوط او الم معده او حسيت روحي مهسسه او، فبالعكس يعني اذا الماكله كويسه تقدم بشكل حلو، اذا الماكله فيها فيتامينات فيها كل حاجات صحيه اللي احنا نحتاجوها كجسم. مثل هذه الدايتات اكيد لان في اخصائيه شاطره ما شاء الله عليها الحقيقه من خلالكم ان هي تتبع على يعني المشتركين اجسامهم ضغط دمهم عشان يقدروا مثلا المواد هي عشان تقدر تنزل لهم اسرع عشان تقدر تنزل لهم خطوة. اكيد لما انت تمشي بدايت بروحك مثلا خاص بك بدون طبيب اكيد حتسبب لك سواد في الوجه، ارق، حتسبب دائما عندك المعدة بتاعك مسكرة، عندك زي الحموضة، انك انت مش متحملة تاكلي حاجة، ايضا حتخليك انك انت بالسيف تبديل الرجيم بتضع فيه لكن ما عندك الجهد خلاص الكاهن بتاعك انك خلاص حاسه انك مرات تروح شمرت حتى يصير لك هبوط، يصير لك سكر لا قدر الله، اي شيء اي اضطراب معين ممكن يصير لك نتيجه انك انت ما خديتيش مثلا او لجأتي لطبيب غذائي او اخصائيه تغذيه. لهذه التجربة أنا نعتبرها تجربة أو نعتبر نفسي أني أنا في بيتنا يعني أسريا، لأن أنا تعاملت معهم كلهم كأسرة، ما تعاملتش مثلا مع شخص أنه هو لا مدير أو مثلا لا هذا مخرج لا هذا مش عارف إيش، بالعكس أن أول شيء لأنهم كلهم بدون ذكر أسماء كلهم تعاملوا معنا كأنهم أخواتنا أخوتنا أهلنا أصحابنا، تعاملوا معنا كلهم بالبساطة، ما حسوناش إن مثلاً هم قلقانين تعبانين سقعانين. الطقس طبعاً في بعض الأحيان الطقس ما ساعدناش، بس لا تعاملنا كلنا أسرة، نضحكوا نزعلوا نبصروا عادي، الأسرة في البيت تزعل كل واحد يزعل من أخوه، فمش مشكلة يعني إن إحنا كنا نعتبر بعضنا إن إحنا أهل. فلذلك أنا شوية ممكن ونبكي لأن من بدري وأنا نشبح كل مرة نشبح في حد، نحس إني أنا أمام كلهم بنفتقدهم. القصة اللي أنا درتها في ليبيا لايت إني مرات لا قدر الله يعني مرات ما عادش نشوفهم في عمل أو ما عادش نتلاقى أنا وياهم، ما عرفش ظروف الحياة، فكنتوا رائعين وأنا شخصيا كأمل نوري اي حد زعلته او اي حد مثلا لا عفويه يعني كلمه او شيء انا اعتذر منه جدا جدا جدا، لان مرات حتى الضغط الرجيم ليه طبعا ابعاده او مساحاته. فانتم كلكم حبايبي واخوتي واهلي واصحابي وانا تشرفت بالتجربه الحلوه هي جدا.
أمل نوري، استفدتي من الكورسات اللي قدمهم لك بركة في الرياضة؟ بركة هو حلقة خاصة العشق الممنوع. بركة هو طفل يعني هو جهامة، لكن هو أحلى بيبي، دائما يضحك، دائما مبتسم، حتى هو حزين برغم أن الشخص هو بالذات أنه هو يعيل أسرة، أبوه متوفي، يخدم صباح ليل، لكن ديما تلقاه يبتسم، ديما تلقاه ما يزعل حد.